انت وصلتي قوي. المرحله من كتر ما حبيتي المنطقه دي انك في وقت بقيتي داعيه. ايوه ما انا عمري كنت داعيه على فكره برضه. انا عارفه ان انت بتقولي ده عشان يمكن انت تكوني فاكره كده. أوه. بس انا عمري ما كنت داعيه في حياتي. لا وفي ناس قالوا ختمت القران وكده. انا ما ختمتش. في ناس بتطلع بتقول ان هم ان انت كنت سبب في هدايتهم. في بعض الناس يعني ألهمت من الحتة دي إن الله ما شاء الله دي زي كانت هي فنانة وقدرت تلبس الحجاب، مع إن أنا شايفة إن ده ما يتناقضش مع ده. ده ما يتناقضش. أنت عملتي فيلم بالفعل وأنت محجبة. أيوة مثلتي وأنت طبعًا. محجبة طبعاً. أنا شايفة إن ده ما فيهوش حاجة، بس هي الناس هي اللي بتحس يعني ده الإحساس ده جال لبعض الناس بعض البنات وكده. الله هي إزاي قدرت تعمل ده؟ الإحساس ده بدأ من عندهم حق، لأن هو فعلا صعب إزاي تكوني فنانة مشهورة وعندك كل ده وإزاي تقدري إنك تسيبي كل ده عشان تتحجبي مثلا. فهي بتبقى شوية كده، لكن أنا شايفة إن في الآخر لا ده ضد ده ولا ده ضد ده. وإحنا الاتنين واحد في مجتمع واحد في حياة واحدة. لا نتجزأ أبدا. ولا إحنا الاتنين حلا وحلا حلا وحلا حلا وحلا. إحنا الاتنين واحد. حلا وحلا واحد. أيوه. عملتي مرة لايف كوتشنج سيشن اونلاين؟ يا خبرك ابيض، شفتيها دي؟ اه. انا عايزه اقول لك احكي لك القصه بتاعت انت عارفه ان انا ما كنتش هخش اللايف ده. انا متابعه البيج دي بتاعت انا ناسي اسمه دلوقتي. بس انا ما كنتش عارفه انهم عاملين لايف. انا دخلت افتكرت ان انا هشوف اللايف بس انا مش هبقى معاه عشان انا مش شاطره قوي في السوشيال ميديا بصراحه. ففتحت لقيت نفسي على الهوا. وانا في المرحله دي اساسا انا كنت في كندا، كنتش لسه رجعت مصر قبل ما ارجع واشتغل تاني وكده. بس كنت في المرحله صعبه بالنسبه لي. لان انا كنت في مفترق طرق. انا كنت حاسه ان انا هعمل ايه يعني. انا اوريدي جت فتره حصل لخبطه جواز وطلاق ومش عارفه ايه، وبعدين لقيت نفسي طب انا هرجع، انا عاوزه اشتغل. انا ما كنتش عايزه اصلا امشي، كنت عايزه اسيب شغلي. ولقيت نفسي ان انا في حته كده، ان انا هعمل ايه؟ كان صعب جدا عليا، كانت مرحله صعبه جدا عليا. انت اوريدي عندك اللي مكفيكي جوه يور جوينج ثرو يور اون باتل، انا بسميها كده. انت في الحرب الشخصيه بتاعتك انت، انك تقدري تقفي على رجلك. انا ست زي كل الستات، عايزه اقف على رجليا، عايزه ابقى ليا كيان، عايزه ابقى عندي ولادي، عندي اربع اولاد، عايزه احافظ عليهم، عايزه اعمل حاجه ليا وليهم. مش سهل، مش سهل على اي ست انها تقدر تاخد خطوات في حياتها بتبقى مصيريه. فانت بتاخدي وقت طويل والناس بتفتكر ان انت رايحه كده وكده. لا انا خدت وقت طويل جدا عشان اقدر اعمل الستاب دي. اخدت من وقتي، اخدت من روحي، اخدت من نفسي عشان اقول لا انا ست قويه، انا هقف وهبقى جدعه وهعمل الحاجه الصح عشاني وعشان اولادي. يحسب ليكي دايما الصدق يا حلا. ايوه يعني الصدق في النيه وفي الموقف طبعا. يعني هي فعلا قوة ان انت لما بتغيري رأيك في حاجة بترجعي عنه وبتعملي اللي انت عايزاه. صح. مهما كان حجم الهجوم بتدوسي بالزبط. في اللي انت عايزاه وبتعملي اللي انت عايزاه. لان في الاخر يعني انا مش بقدر، لازم اعمل اللي انا حاساه. احيانا بنخطئ، مفيش طبعا. حد كتير كمان مش احيانا بس، وده لازم. صح. ده لازم، لان انت هتتعلمي طبعا. واحدة انك تتعلمي ده مش ببلاش. لما قال لك مديتيت اند براي عيطتي؟ اه حياتي جامد قوي. انا كنت محتاجه الاحساس ده، كنت محتاجه حد يبقى قدامي ويطلع مني اللي جوه. انا عايزه اقول لك انا اصلا لما قفلت قعدت فضلت اعيط ساعه. انكسبكتد، انا لقيت نفسي على الهوا اكسبوزد لدرجه لقيت ناس من عندي على البيج. انا ما كنتش فاهمه بقى ان ده كله بيتفتح والناس كلها بتدخل. اكتشفت ان انا كنت على الهوا قوي يعني. ما كانش قصدي. بصي انا برضو اي بليف قوي ان مش عيب ان انت احيانا تبي ابيت، مش عايزه اقولها بالعربي vulnerability، انا مش عارفه بالعربي اسمها ايه. ان انت تبقي احيانا مش وحش ان انت تطلعي حته من الحته الحقيقيه اللي جواكي. انا بحب ابقى هو ده، انا ده مش هعرف اغيره يعني. مش هعرف احط ماسكس، انا مش بعرف، انا اعمل انا حاساه. وشايفه ان مش عيب انك تعملي انت حاساه. لا مش غلطي ورجعي، غلطي ورجعي واظبطي. هو عكس السائد، وده مش معناه انه عيب، معناه انك صادقه زي ما انت قلتي بالظبط. حلو تكوني صح. بعدين في حاجه تانية عايزه اقولها لك كمان، فكره ان انت قدره التغيير صعبه عند ناس كتير. يعني ممكن تلاقي حد عايش سنين نفسه يغير مش قادر، مع انه تعبان ومش قادر، وتلاقي بقى ست متجوزه او راجل او وات ايفر حياتهم فيها صعوبه جامد قوي وسنين بس مش قادر يغير. بيخاف يخرج، بيخاف من يخرج اللي هو من عايزه للمجهول. بالظبط. صعب جدا تعمليه، بس احيانا احيانا الحياه بتضطرك انك تعمليه. الحياه مش بس انت، حياتك او ظروف حياتك احيانا بتضطرك انك تخرجي عن المألوف
للمجهول.